هل يجوز الصلاة على النبي بالصيغ الجماعة؟ يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد عدد أنفاس البشر وعدد قطرات المطر مثلا. من قال أنها الصيغة الجامعة؟ أجمع صيغة، أجمع الصيغ، الصيغ التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نستطيع أن نمنع، لكن أيها أفضل؟ بلا ريب أن الوارد في الكتاب والسنة أفضل، الوارد في الكتاب والسنة أفضل بلا ريب. الصيغ التي علم النبي أصحابه أفضل من غيرها. يعني ممكن واحد يخترع صيغة كده ويقول لك اللهم صل على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، يكون هذه لم ترد عن رسول الله، لكن وارد عن رسول الله أفضل.